أهلا بكم. ما دلالات زيارة الرئيس الإيراني إلى العراق وما هي أهداف هذه الزيارة ولماذا لم تكن هذه الزيارة وفق الأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها دوليا بأداء الضيف التزاماته وفق البروتوكولات المعتادة دوليا بحضور المسؤول الأعلى للدولة المضيفة؟ فكيف لرئيس دولة أجنبية يزور العراق ويتوجه مباشرة بعد وصوله إلى العاصمة لزيارة مجلس القضاء الأعلى في العراق والذي يفترض أنه مستقل عن الحكومة وله مهام قضائية بحتة؟ كل ذلك تم من غير مرافقة المسؤول الأعلى في الدولة العراقية. وكيف لرئيس أجنبي يزور العراق أن يقوم بزيارة 6 محافظات عراقية ووضع جدول لزياراته بنفسه وعقد اجتماعات دون حضور المسؤول الأعلى في الدولة العراقية أيضا، ويعلن في الإعلام وجود ملفات مشتركة بين الطرفين أو بين البلدين؟ أمام هذا الوضع نطرح السؤال الأبرز في هذه الحلقة: ماذا بقي من السيادة الوطنية للعراق؟ وهل أصبح جزءا لا يتجزأ من الجارة إيران؟ أو أصبح العراق مثلا محافظة تابعة إداريا لطهران؟ نضع تحت الضوء في هذه الحلقة هذه الأسئلة، وسيكون معي فيها كل من الأستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. أستاذ مصطفى مرحبا بك. وأيضا الأستاذ عبد الله سلمان الكاتب والباحث السياسي العراقي. أستاذ عبد الله مرحبا بك. إلى أن يتأمل اتصال بالأستاذ عبد الله السلمان. إذا مشاهدينا الكرام نشاهد سويا هذا التقرير ثم نبدأ الحوار، كونوا معنا. في خضم الأحداث والتوترات التي تتصاعد في المنطقة، اختار الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان العراق ليكون محطته الأولى بعد انتخابه خلفا لرئيس الذي لقي مصرعه في حادث سقوط طائرته المروحية. زيارة بازشكيان الخارجية الأولى للعراق تمخضت عن توقيع 14 مذكرة تفاهم بين بغداد وطهران تتعلق بالجوانب الاقتصادية والسياحية والثقافية والزراعية والأمنية، فيما وجه الرئيس الإيراني رسائل إلى الداخل العراقي تتعلق باستمرار الهيمنة على العراق واستخدام فصائل عراقية في الحرب بالشرق الأوسط، في إشارة لتصريح خامنئي بأن بازشكيان سيكمل مسيرة رئيسي في بغداد. إيران تعتبر العراق حليفا استراتيجيا لمواجهة العقوبات الغربية، وهو ما أكدته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية التي كشفت في تقرير لها عن قيام نحو 20 مصرفا عراقيا بتهريب الدولارات إلى طهران وميليشياتها في المنطقة، فضلا عن أنشطة إيران المستمرة في زعزعة الأمن والاستقرار في العراق واستخدام أراضيه ساحة للحرب بالوكالة. لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني وصفت زيارة الرئيس مسعود بازشكيان إلى العراق بأنها قد تكون خطوة لإزالة الحدود، حيث يعتبر العراق حلقة وصل مهمة بين إيران ولبنان وسوريا، في وقت أظهر تحليل أجرته شركة متخصصة في الأمن السيبراني تعرض مؤسسات حكومية وكيانات أخرى في العراق لاستهداف من قبل قراصنة يعملون نيابة عن الحكومة الإيرانية كجزء من حملة تجسس جديدة في العراق. الحكومات المتعاقبة في العراق منذ الاحتلال الأمريكي الإيراني في 2003 تعمل وبشكل مستمر وبوسائل وطرق مختلفة تصب كلها بمجموعها في خدمة المصالح الإيرانية وتدمير العراق وتحجيم دوره في المنطقة. أبدأ معك أستاذ مصطفى كامل، كيف قرأت زيارة الرئيس الإيراني للعراق؟ أحييك نقرأ وضيوفك الكرام، ضيفك الكريم ومشاهديك الكرام. هذه الزيارة تقرأ من جانبين، من الجانب العراقي ومن الجانب الإيراني. من الجانب العراقي هي انتهاك كامل لسيادة العراق، امتهان لكرامة العراق والعراقيين، وإخلال بكل المعايير
سياقات البروتوكول الدبلوماسية المعتمدة في زيارات على هذا المستوى بين الدول. امتهان لكرامة العراقيين لأنها لم تراعي كما قلنا السياقات المعتمدة، ولأنها اعتبرت العراق جزءا من إيران أو حديقة خلفية لها، وانتهاك لسيادة العراق لأن الزيارة كانت بمعزل عن إشراف ورعاية الحكومة العراقية، والحكومة هنا بين قوسين للتحفظ على هذه الكلمة لأننا لا نعتقد بوجود حكومة شرعية في العراق. كل هذه الأشياء تجعل هذه الزيارة مسيئة. وعلى الجانب الإيراني، يعني من الجانب الإيراني نقرأها، لا يوجد هناك شيء غريب في هذه الزيارة في الحقيقة. الإيرانيون يعتقدون أن العراق هو الرئة الاقتصادية لهم والحديقة الخلفية للسلطة أو للنظام السياسي في إيران. وفي الحقيقة منذ نحو عقدين، يعني منذ احتلال العراق، تكون شعور لدى النخب الإيرانية أو لدى كثير من النخب الإيرانية سواء سياسية أو فكرية أو ثقافية وأكاديمية، أن العراق ليس أو أن العلاقة مع العراق ليست علاقة بين بلدين متكافئين في السيادة وفي الحقوق وفي الالتزامات، إنما العراق هو كيان يذوب في الكيان الإيراني بشكل أو بآخر ويندمج معه، وبالتالي في المستقبل القريب ربما يسعى إلى أن يتلاشى هذا الكيان العراقي كلياً في الكيان الإيراني. حقيقة هذا الشعور يتعمق يوماً بعد آخر في ممارسات السلطة الإيرانية، وهذه الممارسات كما قلنا تعمق هذا الشعور لدى النخب غير السياسية أيضاً. وبالتالي هذا السلوك وهذا الشعور وهذا السلوك الذي ينجم عنه خطر على العلاقات بين الطرفين. أستاذ مصطفى، البعض وصف زيارة الرئيس الإيراني للعراق أنها زيارة الرئيس الإيراني لمجلس القضاء الأعلى، فهو جاء مباشرة بعد وصوله إلى العاصمة وتوجه إلى مجلس القضاء الأعلى الذي من المفترض أن يكون يعني مستقلا. كيف تنظر إلى هذا الأمر؟ هذا الأمر وغيره، وسنعرض يعني سنتعرض له أو سنتطرق له خلال ثنايا هذه الحلقة، يعني يؤكد أن العراق منزوع السيادة، لأن السلطة القضائية كما تفضلت سلطة مستقلة أو كذا، يعني نعم من المفترض هي نص الدستور الذي أوجده الاحتلال في العراق، ينص على أن السلطة القضائية سلطة مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية، وبالتالي لا يجوز لمسؤول من خارج العراق اللقاء بمسؤول الأعلى في السلطة القضائية. هذا المنصب أيضا أدرج ضمن كل الزيارات التي أو اللقاءات التي يجريها المسؤول الزوار للعراق، وهذا أمر خطير الحقيقة. ولكن في نفس الوقت الزيارة إلى بغداد لم تكن سوى لبضع ساعات. أنا أعتقد أن الزيارة الأخطر كانت أو المحطة الأخطر التي في هذه الزيارة كانت زيارة الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إلى البصرة. يعني هو زار النجف وزار كربلاء وزار أربيل وزار السليمانية. هذه زيارات بين زيارات تأخذ طابع ديني وبين زيارات تأخذ طابع سياسي للقاء يعني قطبين قريب كردستان، وإن كانوا قطبين متنافرين في أربيل. لماذا وصفتها بأخطر زيارة إلى البصرة، مع العلم أنه قام بوضع جدولة زمنية بنفسه لزيارة 6 محافظات؟ بصرف النظر عن من وضع هذه الجدولة والبرنامج، زيارة أخطر محطات الزيارة في البصرة، لأن البصرة ظلت عصية على الغزو الإيراني طيلة سنوات الحرب العراقية الإيرانية، وكان المسؤولون الإيرانيون يعني يمنون أنفسهم باقتحام هذه المدينة الصامدة. وهذه الزيارة هي زيارة أول زيارة لرئيس إيراني لهذه المحافظة، هذا من جانب. ومن جانب آخر الخطورة أيضا تكمن في أنه التقى بشرائح من المواطنين العراقيين
بغياب كامل للسلطة العراقية أو لممثل من السلطة العراقية. طبعاً جرت العادة في زيارات على هذا المستوى أن يعين أو أن يسمى رئيساً لبعثة الشرف المرافقة للرئيس أو الملك الضيف، يعني كان يكون وزيراً أو نائباً لرئيس الوزراء أو بمنصب رفيع، شخص بمنصب رفيع يتولى مرافقة الضيف الذي يزور البلاد. هذا يعني يعرف في البروتوكول وفي السياقات الدبلوماسية المعتمدة. ولكن في هذه الزيارة تجول بازلشفيان بمفرده والتقى بالمسؤولين العراقيين من جميع الأطياف بمفرده، ذهب إلى الشمال بمفرده، زار مسعود برزاني، زار باسل طلباني، أجرى زيارات دينية إلى النجف وكربلاء والكاظمية. ولكن الأهم كما قلت والأخطر هو لقاءات مباشرة مع شرائح من المواطنين العراقيين في محافظة البصرة، وهذا أمر غير معتاد وغير لائق على الإطلاق. لا يجوز للضيف أي ضيف أن يلتقي بشرائح من البلد الذي يزوره بشكل مباشر بهذه الطريقة وبدون تنسيق من السلطة المحلية في البلد المعني وبدون مرافقة مسؤول من البلد المعني. نعم أستاذ مصطفى، ابقى معي لو سمحت. أرحب مرة أخرى بالأستاذ عبد الله السلمان، الكاتب والباحث السياسي. أستاذ عبد الله ضيفي عبر سكايب. زيارة الرئيس الإيراني للعراق خلت من الأعراف الدبلوماسية أو البروتوكولات المعروفة المعتادة دوليا، وصفها أستاذ مصطفى كامل قبل قليل بأنها امتهان لكرامة العراقيين وإخلال بالمعايير والبروتوكولات المعتادة، بالإضافة إلى أنها يعني وصفها بأنها انتهاك لسيادة العراق. كيف تنظر إلى هذه الزيارة؟ تحية لجنابك ولضيفك الكريم ومشاهديكم الأكارم. حياك الله. الحقيقة يعني زيارة الرئيس الإيراني الجديد تعتبر في نظر كثير من المحللين السياسيين والمراقبين السياسيين باعتبارها زيارة داخلية ضمن إطار الهيمنة الإيرانية على العراق، فبالتالي كل ما يقال يعني عن السيادة وعن خروجها عن البروتوكول وغير ذلك لا يعد يعتبر شيء في إيران، لأنهم يعتبرون العراق جزء تابع لهم، وهذه هي النفسية التي يعيشها الإيرانيين بعد 2003 وما بعد هيمنة يعني كل القوى والأذرع الإيرانية على مفاصل الدولة العراقية المهمة الأمنية والسياسية والاقتصادية والترهيب والسجون وغيرها وتصفية الخصوم، كل هذا يقع بيد إيران وبأوامر إيرانية. فبالتالي الزيارة لا تعتبر انتهاكا للسيادة العراقية المفقودة أصلا من 2003، فبالتالي لا توجد سيادة حتى تخترق أو بروتوكولات حتى يعني يمكن الالتزام بها، لأن العراق اليوم يعني الحكومة وكل الأطراف السياسية التي الموجودة لا تمتهن السياسة ولا تمتهن الوطنية حتى نعاتب على أنه هذا اختراق للبروتوكول أو للسيادة. لا توجد سيادة ولا توجد بروتوكول، وهي زيارة داخلية تفقدية على مقدار الوجود الإيراني وتحسس ما هي المشاكل التي يمكن أن تعيق الوجود المستقبلي الإيراني الاستراتيجي الذي يسعون إليه، ومنها ببدءا في القضية الدينية على أنه يتم تثبيت مسألة مهمة في العراق، وهي أن يكون العراق خاضعا إلى ولاية الفقيه من الناحية الفقهية. هذه هي الخطوة الأولى، وبالتالي يذهبون إلى الجانب الدبلوماسي، وكل ما وقع من اتفاقات وغيرها هو فقط لإطلاع الطرف المشرف على هذه العملية. طيب، هو بالنظر الطرف الأمريكي. إلى حيثيات وكيفية وأسلوب هذه الزيارة، هل ثمة رسالة يعني أرادت إيران أو نظام الولي الفقيه إرسالها إلى طرف ما؟ بالتأكيد، هو الرسالة واضحة لمن؟ بالعيان، أنه إلى العرب، كل العرب، إلى كل العرب دون استثناء، بما فيها يعني الدول الجوار التي يعني التي أقامت معها دول يعني إيران علاقات حديثة وأقامت معها اتفاقات يعني دبلوماسية وغيرها، على أنه
وهو ايضا رساله الى امريكا، انه احنا حسب الاتفاق انه ايران اصبح العراق اصبح عائدا الى ايران بشكل رسمي. بالتالي يعني تفاصيل الزياره وشكل الزياره واسلوب الزياره لا 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 يعني لا يمكن وصفه بزياره يعني رئيس الى دوله اخرى نهائيا، لا يمكن باي وصف من باي وصف نستطيع ان نضعها، لا نجد لها مجال ان تكون زياره بين بلدين، الا انه زياره رئيس لمحافظه اخرى. وبالتالي طيب، هذه هي الرساله الموجهه الى الخليج، على انه عليكم ايضا ان تفكروا ان لنا ايضا قد ان العراق اصبح جزءا من ايران سياسيا واقتصاديا، ونحن نزوره كما نريد، ولا وعليكم الحذر ان نحن قادمون اليكم بهذه الطريقه وبنفس المستوى، وسيكون ذلك في بلدان قريبه، في يعني كذلك ستكون في سوريا وفي اليمن وفي لبنان، وخصوصا قضيه الرئاسه اللبنانيه لا زالت منتظره الموقف الايراني في هذه القضيه. فالرساله الى العرب جميعهم ان العراق ليس منكم من الان. نعم استاذ عبد الله. استاذ مصطفى، يعني تحدث الرئيس الايراني عن ثمة ملفات مشتركة بين الطرفين أو بين البلدين، مع أن الكثير من المراقبين الإيرانيين وحتى العراقيين وصفوا العراق أنه أصبح يعني جزءا لا يتجزأ إداريا، أو محافظة تعود إداريا إلى إيران، على وفق ما يعني منذ 20 سنة يجري. أستاذ مصطفى، من وجهة نظرك إلى أي مدى ترى أن العراق بات فعلا محافظة إدارية لإيران؟ العراق الآن في السياق الشكلي هو دولة مستقلة كاملة السيادة، ولكن في الحقيقة هو أشبه بإقليم تابع إلى السلطة الإيرانية تتصرف فيه كما تشاء. وهذا الأمر الحقيقة، هذه الزيارة عززت هذه الصورة بشكل كبير. هذا من جانب. الجانب الآخر، مذكرات التفاهم 14 التي أبرمت بين العراق وإيران خلال زيارة الرئيس الإيراني إلى بغداد، الحقيقة هذه تعزز الصورة التي تفضلت بها في أن العراق أصبح تابعا لإيران، وأن هناك مزيد من الربط القانوني، يعني عملية الارتباط بين الطرفين موجودة، ولكن هناك عملية تقنين الآن، جرت مزيد من التقنين بهذه العلاقات وترسيخ لقواعدها وتثبيت لأسسها، وبالتالي منح يعني صفات أوسع وأرسخ لهذه العلاقة. طبعا هناك دائما بين الأطراف المتجاورة والدول ذات السيادة هناك علاقات مشتركة، وهناك ملفات مشتركة بين يعني البلدين أو البلدان المعنية، ولكن في الصورة العراقية الإيرانية أو في الحالة العراقية الإيرانية تأخذ الأمور مجالات أخرى وأبعاد أكبر وأعمق. يعني الشعار الذي يرفع عند أي حديث عن العلاقة العراقية الإيرانية أن العراق وإيران لا يمكن الفراق بينهما. في الحقيقة هذا ليس تعزيز للعلاقات بين دول الجوار، ولا تأكيد للعلاقات الثنائية، ولا يعني وفق مبدأ حسن الجوار أو سواه، وإنما ترسيخ للتبعية والانسجام، يعني الدمج الكامل للعراق في الكيان الإيراني، لأن العراق الآن أضعف بكثير من في كل المجالات، سياسيا وأمنيا واقتصاديا وعسكريا، من الجانب الإيراني، وبالتالي إيران هي التي تتغول في العراق أيضا حتى على الجانب الاقتصادي، والزيارة لها أبعاد اقتصادية كبيرة. حتى على الجانب الاقتصادي لا يوجد شيء يمكن للعراق أن يقدمه للجانب الإيراني سوى أن يفتح الأسواق العراقية أمام البضائع. وماذا عن التهريب؟ تهريب الدولار، تهريب العملة الصعبة، يعني أيضا هناك نقطة مهمة أستاذ مصطفى، يعني إغراق العراق بالمخدرات، أليست المخدرات بملايين الدولارات؟ أليس هذا الأمر من مصلحة إيران اقتصاديا؟ نعم، أنا قلت أنه لا يوجد للعراق شيء يمكن أن يقدمه أن يصدره لإيران،
سوى أن يفتح الأبواب أمام البضائع الإيرانية، والبضائع الإيرانية متعددة الأشكال. نعم صح. وأولها المخدرات، وطبعا باقي يعني المواد التي تستورد من إيران لا تصل إلى المعايير، لا تنسجم مع المعايير العالمية لهذه السلع والبضائع، ولكن العراق يستوردها لأجل إنقاذ الاقتصاد الإيراني. وتبقى مشكلة الدولار رغم القيود الظاهرية التي فرضتها الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة، ولكن هناك الكثير من الوسائل التي يمكن للسلطات في العراق أن تقدم مزيد من العملات الأجنبية. العملات الأجنبية ليست الدولار فقط، هناك الكثير من السبل التي يمكن أن يعزز العراق اقتصاد إيران ويمنحها فرصة للتنفس وفرصة يعني الراحة مقابل الحصول على مزيد من العملات الأجنبية، مقابل الحصول على مزيد من الذهب. هناك حديث عن تهريب النفط الإيراني بوثائق عراقية، هناك ربما حتى أن العراق يصدر كمية من النفط لصالح إيران بشكل أو بآخر. هناك العديد الحقيقة، هناك طبعا تهريب النفط، هذه قضية أيضا بالغة الأهمية يجب أن لا ننساها ونغفل عنها. هناك تهريب النفط وفق يعني الطرق غير الرسمية خارج حصة العراق من المقاطعة في أوبك، سواء عبر المنافذ الشمالية أو عبر المنافذ الجنوبية. تهريب المصافي، تهريب المصافي النفطية إلى إيران كذلك، وكذلك يعني الاستحواذ على الأموال العراقية من خلال منتجات الطاقة، منتجات النفطية التي يتم استيرادها من إيران. كل هذه الأمور تجعل أستاذ مصطفى، إذا سمحت لي سوف أنتقل بالسؤال الأستاذ عبد الله، إلى أي مدى ترى أستاذ عبد الله أن الدول المحيطة بالعراق الآن على دراية كاملة بأن إيران سوف لن تقف عند حدود العراق، بالنظر إلى الاستفادة الكاملة اقتصادياً ومن الموقع الاستراتيجي بعد الاحتلال الأمريكي؟ المشروع الإيراني واضح للمعالم لدى كل متابع سياسي ومراقب سياسي ويفهم ويدرك الأبعاد الاستراتيجية للنظام الإيراني، فهو بالتأكيد هو يتخذ من العراق قاعدة انطلاق. لو احنا يعني لو نأتي ونراقب ما كيف تطور الوضع الإيراني في والنفوذ الإقليمي بعد هيمنته على العراق، أصبح النفوذ الإيراني أقوى بكثير. اليوم إيران تطالب دول الخليج تحديدا بأن تفسح المجال لمجاميعها في الدخول في البرلمانات، وأطلق سراح بعض من عندهم. كل هذا نتيجة وجود الوجود الاستراتيجي الإيراني في العراق. فهذا المنطلق الإيراني من العراق يعني رسالة واضحة للمعالم إلى كل دول الجوار العربي تحديدا، يعني حتى أنه التهديد يعتبر هو هذا السلوك الإيراني والنفوذ الإيراني في العراق، وبهذه الطريقة هو تهديد واضح لهم. بعد أن يعني حاولوا أنه يتوقعون هناك انكماش للنفوذ الإيراني إذا ما وقعوا اتفاقات دبلوماسية معه، لأنه لا يدركون الغدر. العراق قبل الاحتلال كان ورقة إقليمية صعبة جدا يحسب لها ألف حساب، ولكن بعد الاحتلال هل ترى أن يعني المشروع العربي منخرط ضمن القرار والإرادة الأمريكية، بحيث أن إيران لا يهمها أن توجه أي رسالة إلى المحيط العربي، ولكن الرسائل توجه إلى الإدارة الأمريكية؟ إلى أي مدى ترى أن ذلك منطقيا؟ منطقيا إلى حد بعيد جدا، لأنه لو قرأنا يعني نمر بقراءة تاريخية بسيطة إلى انحصار الوضع العراقي بعد الحصار وبعد الهجوم الأمريكي بعام 91 وانعقاد مؤتمر مدريد للسلام وغيرها، الذي اشترط فيه على أن يكون كل الدول العربية تتكلم عن ذاتها فقط ولا يحق لها أن تتعامل بالشعارات العربية العامة مثل قضية فلسطين أو قضية العراق وغيرها. فعلى كل بلد عربي أن يهتم في مآلاته فقط وليس في هذا التدرج
وصل بنا إلى احتلال العراق بعدما يعني تنازل جميع العرب عن العراق وبشعارهم نتناجل من الجزء جزءا من أجل الكل، وخسروا كل الأجزاء. فبالتالي هذه هي السياسة التي وصل إليها العرب. العرب اليوم فاقدين لأي مشروع عربي، وحتى المشروع الوطني الخاص بهم أيضا مهدد، لأنه كل مشروع وطني عربي يحتاج إلى دعم مشروع عربي متكامل أو على الأقل قوي متماسك يدعم الآخرين. اليوم لأي بلد تعرض، هاي أمامنا غزة، هذه غزة يعني لو تحدث في أي أمة وفي أي قومية وفي أي تجمع بشري لا يمكن يقبل أن يسكت عليه، لا يمكن. واليوم نحن شاهدنا يعني التشييع الجماهيري الكبير في الأردن للشهيد الذي قام بعمل ثوري جبار في الحدود. هذا هو الشعب العربي، لكن الحكومات العربية فقدت كل المشاريع، حتى مشاريعها الوطنية اليوم غير قادرة على حماية نفسها من 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 إيران. اليوم إيران تهدد الجميع. فبالتالي هذه الرسالة زيارة والرسالة الإيرانية استلمتها العرب، والعرب ساكتين لأنه فقدوا المشروع العربي وفقدوا المشروع حتى الوطني الخاص بهم، لأنه هذا المشروع يحتاج إلى تضامن شعبي وعربي وغير ذلك يعني. نعم سيد الله. أستاذ مصطفى، العودة إليكم، هل ترى في هذه الزيارة رسالة إلى واشنطن، رسالة ما، أم أن الموضوع جرى بالتنسيق مع أمريكا التي أيضا سبق وأن يعني الرئيس الأمريكي السابق زار العراق إلى قاعدة الأسد سرا وبسرعة وخرج بسرعة، وكأن العراق أيضا تابع كولاية أمريكية؟ يعني رؤساء الأمريكان عندما زاروا العراق كان العراق رسميا تحت الاحتلال الأمريكي. طبعا هو لا يزال تحت الاحتلال الأمريكي بشكل أو بآخر، والآن الاحتلال مشترك أمريكي إيراني وباتفاق يعني ضمني بين الطرفين، لكل طرف يعني حدوده وإمكاناته ومجالات نفوذه داخل العراق. وعملية الاحتكاك أحياناً عندما تحصل هو بسبب تجاوز الطرف الإيراني على ما اتفق عليه من مجالات للنفوذ بين الطرفين، بين واشنطن وطهران. أنا لا أعتقد هناك داعي لرسائل إيرانية غير مباشرة بهذا الشكل عبر العراق. يعني إيران تتواصل مع الولايات المتحدة عبر العديد من الأطراف، بعضها عربي وبعضها إقليمي وبعضها دولي، وهي ليست بحاجة إلى زيارة من هذا النوع لترسل رسالة يعني من نوع سيء إلى الجانب الأمريكي. الاتفاق حاصل بين الطرفين على النفوذ والوجود في العراق، وكما قلت هو أي عملية احتكاك إنما تكون بسبب تجاوز الإيرانيين على ما اتفق عليه من مجالات النفوذ وحدوده ومدياته. أما مبدأ النفوذ فهو متفق عليه ولا خلاف، وحتى العدو الصهيوني متفق مع الإيرانيين ضمنيا على هذا الأمر. وغزو العراق لم يكن ليحصل لولا، طبعا هو حصل بسبب جانب منه بسبب دعم لبعض أنظمة النظام وأركان النظام الرسمي العربي، ولكن في نفس الوقت لم يحصل أيضا إلا بسبب التعاون الإيراني الواضح في هذا الصدد. الإيرانيون ليسوا بحاجة إلى إرسال رسائل، وكما تفضل الزميل الأستاذ عبد الله سلمان، العرب يعني النظام الرسمي العربي يعني ليس لديه أصلا مشروع لمواجهة إيران. عملية ترك المجال لإيران سواء في العراق أو في سوريا أو في لبنان أو في اليمن، للأسف ربما في اليمن بنسبة أقل، لا يوجد لها مصدات عربية، لا توجد لها مصدات إسلامية، لا توجد لها مصدات إقليمية أو دولية. وهذا الأمر، عدم وجود مصدات للتمدد والنفوذ والتغول والاحتلال الإيراني في العراق وفي سوريا وفي لبنان
وفي اليمن إلى حد ما، يوحي للمواطن العربي أو للمتابع للشأن المعني أنه فعلا هناك نوع من التخادم، التناغم، الانسجام، الإهمال في أسوأ الأحوال للوضع الإيراني ليتمدد ويتغول وينفذ في صميم بنية هذه المجتمعات. الأمر لم يعد يعني سرا، والأمر ليس بحاجة إلى مزيد من التحليل والاستنتاج واستغراق في فهم هذه القضايا وبحثها. هناك أي طفل عربي الآن يستطيع أن يتحدث عن مفردات التغول الإيراني في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن، بل وحتى في أماكن أخرى من الأقطار العربية هناك بدء لمؤشرات، أو هناك مؤشرات عفوا لبدء النفوذ في هذا أو التدخل في الشؤون الداخلية لبعض الأقطار العربية. كل هذا والزيارة أيضا زيارة بزشتيان، كل هذا يؤكد طبيعة المشروع الإيراني أو المشروع الفارسي. هو في الحقيقة مشروع عنصري توسعي إرهابي، وإن كان يلبس لبوس أحيانا تتحدث عن حسن الجوار، عن الوحدة الإسلامية، ربما حتى تتحدث عن قضايا طائفية، المسؤولية عن حماية الشيعة بين قوسين في هذه الدول أو في غيرها. طبعا هم مستعدون، وبالفعل هم يقومون بذلك، هم مستعدون لحرق جميع الشيعة العرب في كل مكان مقابل خدمة هذا المشروع الفارسي العنصري التوسعي. هم لا يخفونه، بالمناسبة إيران، المسؤولون في إيران على كل الصعد لا يخفون هذا الأمر، أمر أنهم يتحركون ضمن مشروع قومي عنصري توسعي. عندما يتحدثون عن الوصول إلى المياه الدافئة في البحر المتوسط، فماذا يعني هذا الأمر؟ وأنها المرة الثانية التي يصلون إليها بعد أن وصلوا إليه قبل 1500 سنة أو أكثر في زمن الإمبراطورية الساسانية. ماذا يعني هذا؟ يعني أن هناك مشروعاً توسعياً. هذا المشروع اليوم يسمى مشروع ولاية الفقيه، ربما سابقاً يسمى بأسماء أخرى، ربما بعد غد يسمى، أو غداً أو بعد غد يسمى بأسماء مختلفة، ولكن في جوهره هو مشروع واحد، مشروع الهيمنة على المشرق العربي. بل وحتى لا يخفون حقيقة أنهم يسعون إلى احتلال المعالم الأساسية والمراكز الأساسية الحضرية في هذا المشرق العربي. عندما يتحدثون عن احتلال مكة والمدينة ودمشق وبغداد، هذه الحقيقة يعني ليست استنتاجات ولا تحليل ولا يعني محاولة للتخيل، وإنما هي مفردات تعززها وقائع 20 سنة على الأرض. إذا أستاذ مصطفى، اسمح لي سوف أعود إليك مرة أخرى. أستاذ عبد الله، يعني ماذا بعد هذه الزيارة؟ ما الآثار التي ستتركها الزيارة، والعراق الآن يعاني من هشاشة كبيرة في الجانب الاقتصادي، هشاشة كبيرة في الجانب الاجتماعي؟ الزيارة تأتي هو استطلاع لرئيس جديد على مجريات ما يجري في العراق بين أطراف العملية السياسية، ويرجع ويقيم هذه العلاقة وهذا الوضع الداخلي العراقي، ويضع استراتيجيته الخاصة، لأنه لا تختلف هذه الاستراتيجية بعيدا عن رؤية الولي الفقيه الذي يؤمن تماما على أن العراق سيكون حتما تابعا إلى إيران وفق نظرية نجاح نظرية التوسعية الإيرانية، وهي تصدير الثورة. بمعنى أنه هو هذه الزيارة هي تقييم للوضع الداخلي، فبالتالي هي إشارة على رسالة أيضا إلى أمريكا، أنه اليوم كفة إيران هي أقوى من كفة أمريكا في الداخل العراقي، والنفوذ الإيراني المتفق عليه يجب أن يأخذ مدى أوسع مما هو موجود. هناك ملفات كثيرة في العراق، يعني مثلا على سبيل المثال ملف المدن المدمرة، ملف النازحين، ملف الأقضية والنواحي والمناطق التي لا يسمح للنازحين
منها قسرا بالعودة إليها مثل ملف جرف الصخر، ملف المغيبين، الكثير مما تركه المشروع الإيراني في العراق، مشروع التغيير الديموغرافي. هل سنشهد استكمالا لهذا المشروع بعد هذه الزيارة؟ هذه الملفات جميعها هي ملفات إيرانية صرفة وليست ملفات عراقية، إلا أن انعكاسها السيء بالتأكيد على العراق كدولة مستقبلية. اليوم ليست لدينا دولة، ليس لدينا وجود حكومة، ليس لدينا نظام سياسي يعتمد، يعني يمكن أن يعول عليه. فبالتالي هي هذه ملفات إيرانية خاضعة، هذه الملفات خاضعة لاستراتيجية إيران. إيران استراتيجيتها التوسع والحفاظ على بقائها في سوريا وتمددها إلى أكثر بعد على الدول العربية. فبالتالي هذه المناطق بالذات الدول المدمرة، مثلا لو نتحدث عن يعني الموصل والرمادي وغيرها، هذه هي كلها ممرات تحتاجها الاستراتيجية الإيرانية في التوسع في الجوار. فبالتالي هذه تعتبر ملفات إيرانية صرفة وهي التي تتحكم فيها. فمثلا جرف الصخر اليوم تتشكل قاعدة عسكرية كبيرة تجسسية، مخزن أسلحة ضخم، يعني كل هذه المسائل هذه ليست ملفات عراقية اليوم. اليوم هذه هي الملفات الإيرانية ولا تعتبر شيء بالنسبة إلى وفقط ترسيخ الوجود الإيراني الاستراتيجي، لأنهم يعتبرون العراق هو هذا السبب الوحيد الذي يجعلهم أقوياء في المنطقة. فبالتالي الآن هناك مماحكات على الخطة الرباعية التي وجدت في سوريا، وهو محاولة زعزعة الوضع باتجاه صالح النظام السوري، ولكنه إيران ترفض بشكل مباشر هذا التوسع لأنها لا تريد وتدعم أحيانا قوى انفصالية للتمركز في سوريا، لأن ذلك أي تحلحل في الوضع السوري يضعف إيران في المنطقة على أساس الوضع العسكري، لأنه إذا الوضع انحل أو تحلل بشكل يخدم النظام السوري أو يخدم الشعب السوري بأي طريقة، هم معارضين لأنه يتعارض مع الاستراتيجية الإيرانية وهو الوصول إلى المياه الدافئة مثل ما تفضل ضيفك الكريم. فبالتالي هذه هي المشكلة الكبيرة التي يعاني منها العراق، أن هذه الملفات هي ليست ملفات عراقية، والأمر ليس في بيد العراقيين ولا بيد، وهذه يعني قانون العفو وغيره والتفاوض مع الكتل الأخرى، من هذه كلها يعني هي مداعبات سياسية ليس لها قيمة وزن أبدا. الحلول لهذه الملفات كلها بيد إيران، ولا يستطيع أي مسؤول عراقي من أي جهة كانت وحتى من جماعة الإطار أن يستطيع أن يضع برنامج معين لحل هذه المسائل إلا بموافقة إيرانية وفق مشروعها أو ما يسمى بالجيو استراتيجية الإيراني في العراق وفي المنطقة كلها. نعم سيد عبد الله. سيد مصطفى، الآن يعني وبعد يعني مرور 5 سنوات أو 4 سنوات على ثورة تشرين، لربما المدة الزمنية متقاربة، هذه الثورة الشعبية الشبابية من الجيل أو الأجيال الصاعدة التي رفضت النفوذ الإيراني، وبالتالي سمي الأمر بأن الصنم الطائفي سقط على أيدي الشباب، الذي طبعا جوبها بالقتل وجوبها بالقمع وبالحديد والنار. الآن من الذي سيقف أمام مشروع إيراني نجح فعلا في العراق؟ المشروع الطائفي، مشروع التغيير الديموغرافي، وأصبح الأمر والحديث من قبل المحللين عن أن تصدير هذا المشروع إلى باقي دول المنطقة. من الذي سيقف أمام المشروع الإيراني وأيضا ما بعد زيارة الرئيس الإيراني؟ تفضل. يعني المشروع الإيراني في العراق لا يمكن أن يسقط إلا بإرادة عراقية داخلية، لأن الإرادات الأجنبية أوجدت أو فسحت المجال لهذا المشروع لأن يوجد في العراق أولا وأن يتمدد لاحقا. أنا قلت أن هذا غض النظر عن وجود الإيراني في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن، يوحي أن هناك نوعا من الانسجام والاتفاق
الضمني الخفي للأطراف العربية والإقليمية والدولية والقبول بهذا الدور الإيراني في هذه الدول الأربعة، وربما نجد دول أخرى أيضا لاحقا. هذا النفوذ الإيراني ما كان له أن يوجد وأن يستمر وأن يكون صارخا بهذا الشكل لولا القبول العربي، أقصد النظام الرسمي العربي والنظام الرسمي الإقليمي والنظام الرسمي الدولي. لذلك عملية التعويل على وجود قرار أو نشوء قرار دولي أو عربي أو إقليمي يوقف هذا التغول الإيراني، هذا وهم يعني يقترب جدا من الخيال. لا توجد هناك مؤشرات على أي دور عربي أو إقليمي أو دولي لإيقاف هذا النفوذ الإيراني، وبالتالي هذا النفوذ الإيراني يسقط فقط بإرادة داخلية لأبناء هذه الدول الأربعة، وبقدر تعلق الأمر بالعراق الإرادة العراقية الشعبية الوطنية هي التي تسقط هذا المشروع. بعد سقوط هذا المشروع على يد الشعب العراقي، هنا ممكن أن يأتي دور المشروع، دور قرار إقليمي أو عربي أو دولي لصالح الشعب العراقي بشكل أو بآخر. إذا لم يكن هناك شيء متحقق على الأرض يصنعه العراقيون بأنفسهم وينتزعوه من هذه السلطات العميلة المجرمة التي أوجدها الاحتلال الأمريكي والاحتلال الإيراني في العراق، لا يمكن أن نتوقع أو نتوهم وجود مثل هذا الدور الإقليمي والدولي. العراقيون سواء عبر ثورة تشرين أو عبر ثورات لاحقة أو عبر ثورات سابقة واعتصامات ومحطات ثورية ونضالية سبقت ثورة تشرين وكانت مؤسسة لها وقمعت بالدم أعمق بكثير من مما قمعت به ثورة تشرين، هذه كلها محطات على طريق إسقاط هذا المشروع. المشروع الإيراني الحقيقة مشروع للدمار، للخراب، للإفساد. لا يوجد هناك أو لا توجد هناك ملامح إيجابية على الإطلاق في هذا المشروع. النظرة السريعة لما يجري في العراق أو في سوريا أو في لبنان أو في اليمن وكيف تحولت هذه البلدان إلى محطات للخراب، ينتشر فيها الفساد الأخلاقي وينتشر فيها الخراب المادي والخراب الفكري، بل وحتى ينتشر فيها الإلحاد رغم وجود هذا المشروع الذي يتغطى بغطاء الدين، أقصد المشروع الفارسي يتغطى بغطاء الدين، ولكن الآن الإلحاد ينتشر في بلد مثل العراق لأن رجال الدين المعممين أو المعممون الدجالون الذين يسيطرون أو يبثون سمومهم في الفضاء العراقي أوجد حالة من رد الفعل المعاكس لدى الشباب العراقي. لذلك أنا لا أعول إلا على مشروع وطني عراقي ينطلق من معاناة العراقيين. هل ممكن التعويل على مشروع وطني عراقي ينطلق من معاناة العراقيين أستاذ مصطفى؟ ويعني مجلس القضاء الأعلى وكذلك تسييس القانون لصالح السياسة، مشروع ابتدأ منذ عام 2003 وإلى الآن، هل يمكن التعويل على هذا الأمر؟ المؤسسة القضائية في بلد أوجد أول شريعة قانونية أوجدها إنسان على وجه الكرة الأرضية أصبح للأسف هو وسيلة لتغطية هذه الجرائم ولمنحها مزيداً من الدعم ومزيداً من القوة ومزيداً من الإصرار على تنفيذ المساوئ في العراق. القضاء في العراق قضاء ظالم كما قلت، هو جزء من أسباب الجريمة أو من عوامل الجريمة في العراق، الجريمة المرتكبة بحق العراقيين، هو الذي يعزز وجود هؤلاء المجرمين وهذه العصابات التي تتحكم بالشأن العراقي، هو الذي يمنحها الغطاء القانوني، هو الذي يمد في عمرها ويسمح لها بقدر من
يعني المساومات البينية لأجل منحها مزيدا من الوقت ومزيدا من الفرصة لتدمير العراق وتخريبه. هذه طبعا هو لا يوجد قضاء مستقل في العراق على الإطلاق، والقضاء أداة بيد السياسيين الفاسدين. القضاء يعني يغطي على هذا الفساد. نعم أحيانا نجد هناك تصدي لبعض رموز الفساد أو بعض أوجه الفساد في العراق، ولكن هذا التصدي هو لذر الرماد في العيون، في حين يعني يستهدف الفاسدين الصغار، في حين يترك الفاسدون الكبار يتركون لأجل استمرارهم بالفساد. وهذا جزء من عملية التخريب المستمرة في العراق. القضاء كما قلنا هو سند للميليشيات وغطاء لها، وهو جزء من أدوات المشروع التخريبي في العراق. شكرا استاذ مصطفى. في اقل من دقيقه استاذ عبد الله سلمان لو سمحت، يعني ماذا بعد هذه الزياره، وكيف ينظر العراقيون الى هذه الزياره؟ هم يعني العراقيون الان ومنذ 2003 يدركون بان النفوذ الايراني والميليشيات التابعه لايران مستحوذه على العراق اقتصاديا وسياسيا. كيف ينظر المواطن العراقي من وجهه نظرك الى هذه الزياره؟ المواطن العراقي متيقن تماما ان الاطراف السياسيه التي تقود البلد، وهم الاطراف الثلاثه بقياده الاطار التنسيقي، هم اطراف ايرانيه صرفه، وهذه الزياره هي تاكيد وترسيخ لهيمنه ايران على العراق، وهذه الزياره ستدعي العراقيين الى مواجهه هذا المشروع الإيراني الصلف الموجود في العراق، وبالطريقة التي لا تتناسب لا مع ثقافة الشعب العراقي ووطنيته، ولا مع أخلاقه، ولا مع التربية التي تربى عليها العراقيون أن يكونوا أصلاء في وطنهم، لا يقودهم أحد أجنبي مثل مسعود أو غيره من هؤلاء الفرس الذين يتمنطقون بالدين. وبالتالي العراقيون واعين إلى هذه المسألة، وستكون هذه الزيارة توقيفا للمشروع الإيراني في العراق، ولن يتمدد أكثر من هذا، وسنرى قريبا تماما نهضة عراقية ضد هذا المشروع بعد هذه الزيارة، كما عكس ما يتمنى الإيرانيون أن يكون لهم قدم أوسع، إلا أن هذه قدمهم ستقطع من العراق بعد هذه الزيارة. سينتبه العراقيون مدى هيمنة إيران على العراق، وهذا سيستفز وطنيتهم وشرفهم وأصالتهم. شكرا جزيلا أستاذ عبد الله السلمان الكاتب والباحث السياسي العراقي ضيفي عبر سكايب، وشكرا جزيلا أستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر ضيفي عبر سكايب. في الختام تقبلوا مني أطيب تحية مشاهدينا الكرام، في أمان الله.